إلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين العرب. وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 5.28%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.29%، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 3.18%.